ايه وابوهم مذبوح. وابوهم موجود وعمهم الذابح، ذابحين خالهم. الليل قال واحد من العيال من عيال همام انك لا تقول له، يعني خلنا نمشي. قال لا والله اني متعاهد معه انا يعني كل شيء اقول له. قال انت صادق تقول بيرتع ابن عم ولا بنرتع به؟ قال لا انتم روحوا وخلونا نتفاهم انا وياه. قال وين نروح؟ قال واحد من عياله ليه ما نذبحه بس ونفتك؟ ميرزيل ايه دامه والصامل ايه ويضربه ابوه. قال ربيتك فارس ما ربيتك تذبح كذا. قال ان صاحبي جربعنا ترى صاحبي جربعنا جاكم العلم وانتم بكيفكم. فجاء المهم جاء قال من اللي جاء على الفرس اللي اوله؟ قال بس هذا مو بالزين ذا، هذا جير سالم عتيبي اللي جاء اوله. زين المهم قال اللي جاء قال انه فيه خبر، هذه امه عند ابوي وراسلها ابوي ان فيه نبأ. قال نبأ؟ واي نبأ؟ قال يعني نبأ كاذب. قال وشو؟ قال ان كليب ذبحه جساس. يقعد يضحك. قال ما شاء الله كيف؟ والله انت صدقت جساس بيقدر على كليب؟ ايه صدقت كليب قول من الرجال جساس يا اخي احسدك على اخوك والله فيه همه. جساس يذبح كليب والله يا اخي عنده همه، طبعا جساس ما يقدر يذبحه هو فهمت؟ هو الزير سالم اقل من كليب عرفت؟ قال والله النبأ كاذب هذا اللي سمعته. قال ما عليه يا رجال اشرب بس خلنا اختلف. ايه يوم شاف الدعوه الا اخت الزير تبكي. سأل همام الزير قال لو ان طلع النبأ صحيح ايش بتسوي؟ قال ببيتكم كلكم. قالوا كشف ديه. قال وش ديته؟ كشف ديه الزير ديه كليب عندي ولا ديتك انت كليب؟ شفت كل قطره من دمك؟ قال لي قال بقبيله. صوم اوف ايش ذنب القبايل؟ طيب ايش ذنب القبايل؟ والجهل يوم كلمته والجهل ها؟ ايه والجهل كلمته اللي عجبتني وشو؟ اللي يوم يقول اكو ليب كله يموت يوم درى. ايه كله يموت كل هالخصال. طبعا شلون تزير سالم اللي ترى ثعى فيهم قبيله كامله ذبحها ذبحنا بلا مين الحاله اي لين اجى عرفت دامع قبيله اي لا بس هالرجال هو كان قادم. شلون شجاعه كليب زير سالم؟ كليب ادهى منه ترى كليب اخوه اشجع منه. اسمع سوالفكم في هنقر طرى علي سؤال وانا جاي بس انه الحين هم كانوا في العصر الجاهلي ها؟ كانوا في العصر الجاهلي اي بس انه ما بيه سلام من اللي قدروا؟ قدروا كليب ولا كانت اثنين ظالم؟ لا ما قدروا. يقول التفت التفت ومعطيه علبه ما يراه شيء الا مدي فيه لسته راح قدامه هو طيب التفت لي. لا وش قال؟ ايه العيال ومن انت؟ دبر ومن انت؟ ومن انت؟ ما تم التفت لي يعني حاطه في مخه اني ماني بقادر استحق. وش قال؟ استحق اذا انت فارس اصلا هو استنقصه قبل كان يحسب انك فارس. قال اذا انت فارس وتبي فعلا انك تذبحني تعال تعال من قدام تعال روح منك تعال واجهني وجه الله. قال له لا قال لا قال اجل خذ اخذها عرفت؟ يعني جساس ترى قوي مو بضعيف. لا مو بضعيف لا قوي قادح. لكن حتى الزير يوم بدت المعركه يقول لو كشفت المقابر عن كليب لعلم في الذنائب اي زيري. يعني عقب لان كليب كان يقول انت ما انت بحق معارك ما انت حق له وبس ولا انت ما حق ضياع. ايه انت زير نساء وبعد ما رفع فيهم طبعا ما حد كان يتوقع انه لانه ابطا عقب ما مات كليب. الناس قبيت يقول يا ولد انت ايش فيك؟ يقول ابكوا كليبا. الحين خلونا نبكي يا ولد يا ولد. قال خلونا. فتوقعوا انه ايش؟ انه بيبرد الرجال. كان بنت كليب تجلده. اي العالم كلها تجلده يا رجال. يعني قال وجو عرضوا عليها الدية. عرضوا عليها الدية.
يوم قالوا قالها سيعرضون عليك اللبن بس شوف يوم صح لهم رفع فيهم رايح جاي صباح وهجان. طيب من اللي ذبح هذا زير سالم؟ زير سالم قصة مقتله يقولك أهل الأدب إنه هو الميت اللي دل عن قاتله وهو ميت. يجيك العلم الحين كيف خذ ثار كلي؟ شو تزير سالم سوى؟ زير سالم ثعف الدنيا كلها ذبح نفس الجساس كله عيال عمه على أخوانه ذبح ونين قال أمين جساس ما ذبح جساس ما كان يواجه أصلا كان في جساس مو كان في معركة كان بيذبح جساس زير سالم مو بزير سالم واني انها ابوه كان بيذبح جساس ولكن هجموا وقوم ايه كان بيموت جساس خلاص هو ما يبي جساس اصلا هو ما يبي لان يقول اذا وجهت جساس انا بذبح جساس وبتنتهي المعركه شفت الرجل كيف يتخيل خلاص يقول والله ايه تعال فيهم اللي ذبح جساس ذبحه ولد كليب يذبح جساس ولد كليب ايه طبعا يوم صارت يوم مات كليب اللي هو يصير خاله ايه الجرو خاله يوم مات يوم ما شوف يوم مات كليب رجعت مرت كليب لأهلها اللي اخوها الزير اخوها جساس رجعت مع جساس وهي كان حامل ولدت عندهم ويوم جابت ولد كان سذبين عليه قالين ان ابوك مات وابوه ما ابوك يعني ما هو بميت اللي هو ولد من اللي هو ولد من ولد كليب سذبين عليه وهو اللي ذبح هو اللي ذبح خاله حاطين ولد كليب حاط قالوا انه الزير عمه وانت وزير خاله لا بعلمك حاطين ان كيف ولد كليب انه يوم مات كليب كانت حامل جابت رجل زين وبعدين قالوا ان الولد طاح وسقطت وطاح فما عاد اهتموا ان الولد والولد هذا قالوا ان الولد هذا ولد اخوها زين ولد اخوها الثاني ف وقالوا ان ولدكم طاح فيه بعض الناس تدري ايه وبعض الناس ما كانت تدري الزير اصلا ما مهتم بالموضوع ذا كله يبكي يبي يذبح ويصرخ ما ولا كان يدري لها ترى ولد اخو ما كان يدري ايه الين عاد درى انت كبر الولد واول شيء يوم تهاوش معهم قال عيروا يعني كان يعيرونه ما بكلمه مره واحده يوم قالوا خلنا نلحق ابوه ايه قال يلحقوني بابوي كيف يلحقوني كان هو ترى كويس كان يجودي بس انه تدري انه كان يقول لامه اختي او خالتي يا عمه يا عمه كان يقول لامه والرجال كبر كبير رجال ولا يدري انهم واللي رباه جساس مربي جساس فهمت ابوه كلي وعمه زير سالم بيطلع لك رخبه ويوم انه عاد النهايه طبعا ذبح جساس وزير ودي كمل ذبح خاله ايه في معركه وودي يكمل الزير انت ولد كليب ايه سدح عمه بعد ايه لا الزير ما يدري هو بعدين جتها امه وعلمته يوم جاء وزعل عند امه وقال اني بذبح نفسي ولا علمي نص لو كانت خروا له العلوم معلمه ايه احنا ما ودنا ندخل تفاصيل لان سالفه طويله لكن باختصار انه ذبح ذبح هذا ولد ولد كليب اللي هو الجرو ذبح خاله الزير قال ابى اكمل وسوى حركه الزير اللي هي وشو راح الزير وغزاهم من جديد وبعدين جاء ولد ابن عباد اللي قد بغى يذبح ايوه جاء ولد ابن عباد قال ارسل رساله ابن عباد ان هذا ولدي يا انك تذبحه وتصلح ما بين ذاك البين ولا انك تعتقه وتعتقه وخلاص وانتهت المعركة جاء قال هذا بكليب شوف هذا بكليب يقصد ولد ابن عباد قال هذا بكليب هذا الاثنات وهو مو بمعه وصعلوك ابوه فارس وبعد المهم قال من خالك يا غلام هنا
من أهل اللغة والأهل التاريخ قالوا إنه فيه من خالك وش الموضوع، الرابط ما يدرون لكن فيه موضوع. قال من خالك الحين قبعت بين العيال. أيوة شيبان موت وراح. فان الزير جاء وقال هذا أذبح أبو كليب بشسع نعل كليب. الشسع النعل وشو؟ الخيط حق النعال وانت كرامة حق الأصبع. قال لا أنت بخيط النعال بذبح ذبحه. قال بخيط النعال باقي النعال الله يكرم من عندي ما تسوى شسع نعل كليب. فهمت؟ كان داي حب بنت كليب عرفت جيل تبلو عرفت ايه المهم شبان تذبحون عيال يحبون. المهم يجيك ابن عباد يوم درى قال كيف قتله بكليب؟ قالوا لا والله ذبحه بشسع نعل.